مساء الخير طلاب الأعزاء، طلاب مودرن أكاديمي، مادة تصميم معماري 3. معاكم دكتورة نرمين مطر. زي ما احنا قلنا في المحاضرة الأولانية، عرفنا ايه هو برنامج المشروع اللي احنا هنشتغل عليه، وعرفنا ان هو مشروع تصميم مدرسة ابتدائية متطورة. عايزين نبتدي في المحاضرة النهاردة نشوف ازاي نقدر او نعرف نفكر في مراحل تصميم المشروع بتاعنا. في بداية التفكير عندي في أي مشروع لازم أدرس حاجتين مهمين جدا: أولا دراسة القوى الداخلية المؤثرة في المشروع بتاعي، ثانيا دراسة القوى الخارجية المؤثرة في المشروع. أولا دراسة القوى الداخلية المؤثرة في المشروع بتاعك بيتحكم فيها 4 عناصر زي ما هو قدامك في السلايد. أول حاجة عندنا دراسة وتحليل أسس تصميم كل عنصر من عناصر المشروع من خلال دراسة المقاسات والأبعاد اللازمة لكل عنصر في المساقط الأفقية والقطاعات والفرش، وده اللي بيتطلب من حضرتك ان انت ترجع لكتب الداتا اللي هي تايم سيفر او نايفرت، ونبتدي نعرف مقاسات كل عنصر، الارتفاع المطلوب لكل فراغ هل هو هيبقى بارتفاع دور واحد ولا دبل هايت، الفرش المطلوب لكل فراغ والمساحات المطلوب ترقها بين كل عناصر الفرش قد ايه لسهولة الحركة في الفراغ. تاني عنصر من عناصر دراسة القوى الداخلية فصل النشاطات الوظيفية المختلفة حسب نوعيتها واحتياجات ومتطلبات كل منها، مع مراعاة توجيه العناصر المختلفة طبقا لأسس التصميم المناسبة لكل عنصر، وده احنا محققينه لك من خلال المشروع بتاعنا. احنا فصلين لك النشاطات الوظيفية، فهتلاقينا حطين لك الفراغ الإداري وبعدين الفراغات التعليمية والأنشطة بتاعته والفراغات الخدمية والأنشطة المكملة ليه. يعني احنا مقسمينها لك as a zones big zone، ومقسمين البيج زون دي لمجموعة من العناصر تحت كل زون كبير، وده اللي احنا هنشرحه في الاشكال اللي قدام حضرتك. يعني زي ما انت شايف كده هنا، عندنا هنا في زي ما احنا قلنا بروجرام المشروع بتاعك، ادي القسم الاداري، القسم التعليمي، القسم الترفيهي او الخدمي او المكمل لعناصر المشروع بتاعك. ابتدينا على اساسهم نحدد اكتر من مدخل للمشروع بتاعنا. عرفت او ابتديت احدد ان القسم الاداري ده محتاج ليه مدخل للمدرسين والاداريين، القسم التعليمي هيبقى فيه مدخل للطلبة، القسم الاداري ممكن يبقى ليه مدخل جانبي لاولياء الامور، القسم التعليمي والترفيهي جايز يبقى ليه مدخل خدمة من ورا عشان يخدم ويزود لي بالماتيريال والكتب والمخازن دي الخاصة بالقسم الترفيهي والقسم التعليمي. ده كده احنا حطينا كل زون بدون تقسيم زي ما انت شايف، يعني لسه ما دخلناش في تفصيص كل قسم من هذه الأقسام. تالت عنصر عندك هو تحويل العناصر الى مسطحات بمقياس رسم مناسب، ودراسة العلاقات بين العناصر المختلفة عن طريق شبكة العلاقات او البابل دايجرام. ببتدي الستيج التانية ان انا اجي امسك كل زون من البيج زونز بتاعتك وابتدي اشوف ايه العناصر الداخلية اللي فيها ومسطح كل عنصر فيها ازاي، واحاول ارسمهم بمقياس رسم مناسب بحيث اما اقدر اجمعه في البابل دايجرام ابقى حاسة بمسطح كل عنصر من العناصر. يعني مثلا هادي اشوف القسم التعليمي هنا وانا برسم البابل دايجرام، هلاقي ان اكبر عنصر فيه هو عنصر الفصول، يليه عنصر المكتبة، يليه غرف المدرسين، يليه
المعامل، يليه المخازن، وهكذا. يبقى انت قدرت تعرف عن طريق البابل دايجرام بتاعتك حجم ومسطح كل عنصر من العناصر الخاصة بكل قسم كبير زي ما احنا شايفين. يبقى دي بالنسبة لي المرحلة التانية عشان اقدر احلل المشروع بتاعي. زي ما انت برضو شايف في القسم الترفيهي عندك اكبر حاجة مثلا كانت الملعب، بعد كده في صالات الالعاب، بعد كده في صالات الهوايات، في المخازن، وهو رابط ما بينهم باسهم عشان يوريك مدى قوة العلاقة بين كل عنصر والعنصر التاني. تمام. طيب رابع عنصر عندي في دراسة القوى الداخلية المؤثرة في المشروع، وده اللي هنعمل له برضو محاضرة تانية، وضوح الهيكل الانشائي المناسب في التصميم. بعد ما بستقر على المسطحات بتاعة العناصر بتاعتي في البابل دايجرام وابتدي اشتغل في المسقط الافقي، ببتدي اعمل حاجة اسمها المديول التصميمي اللي بيحدد لي حاجة اسمها المديول الانشائي، اللي هو الستراكشر سيستم اللي هيتم استخدامه او اللي هيتم مراعاته عند تصميم المبنى بتاعي. وطبعا احنا عندنا المبنى مبنى وظيفي، فهيتطلب نظام انشائي ممكن نستعمل فيه على اساس ان هو ممكن يبقى فلات سلاب او نظام انشائي كامري، لان المسطحات اللي عندي مش كبيرة، وبالتالي انا هحتاج ان المديول الانشائي بتاعي بيعبر عن الوظيفة المستخدمة داخل هذه الفراغات. زي ما شرحنا هنا في السلايد اللي فات، قلنا تحليل فصل الانشطة الوظيفية اولا زي ما انت شايف هنا، مثلا اللي باللون الازرق دوت كان القسم التعليمي، اللي باللون الاحمر دوت القسم الاداري، اللي باللون الموف ده مثلا، وهنا برضو ده الاجزاء الخدمية اللي بتكمل المشروع بتاعي، واللي بالاصفر ده مدخل المشروع بتاعك، وانت شايف الاسهم اللي بتربط بين كل عنصر والتاني. دي جوه كل بابل من البابل الكبيرة اللي هو النشاط الوظيفي الكبير، حدد العناصر اللي جواه، ابتدى يعمل كل جوه كل بيج زون، الزونز الصغيرة او التفاصيل الصغيرة جوه كل زون، ما ابتداش من التفاصيل الصغيرة وابتدى يكبر، لا، الموضوع بيبتدي ان انت حضرتك بتبتدي من الزون الكبير، وبعدين بتبتدي تفصص جواها العناصر الصغيرة طبقا للمعايير التصميمية اللي حضرتك جبتها من كتب الداتا. زي ما انت شايف هنا برضو ده طريقة تانية عشان تعرف بيها الاسهم اللي حضرتك بتشاور فيها ما بين العناصر، العلاقات اللي بتوضح لي الربط بين العناصر المختلفة. ممكن عن طريق الماتريكس دايجرام اقدر اعرف العلاقة بين كل عنصر والعنصر اللي يليه، علاقته هل هي قوية ولا متوسطة ولا ضعيفة، وبناء عليها ابتدي احطهم جنب بعض في الفراغ او ابعدهم عن بعض في الفراغ. تاني حاجة احنا قلنا هنتكلم فيها واحنا بنفكر في حل برنامج التصميم بتاعنا، دراسة القوى الخارجية المؤثرة في المشروع بتاعي. انا عندي المشروع بتاعي ده هيتحط في موقع معين، وبالتالي لازم اعمل دراسة وتحليل لظروف الموقع المختلفة، وده لتحقيق التكامل مع الموقع ومحدداته من خلال دراسة طبوغرافية شكل الارض. يعني ايه الطبوغرافيا؟ يعني الكونتور، لو هنا في كونتور في الارض، احنا هنا المشروع بتاعنا الارض بتاعتي انا مش مديالك فيها كونتور. هندسية شكل الارض، لان حضرتك هتتأثر بيها وانت بتحط البلان بتاعك، هل الارض بتاعتي مستطيلة، هل فيها جزء كيرف زي ما احنا مديهولك، هل هي مربعة، عشان هتترتك في الحل هتبتدي تتأثر بشكل
هندسية شكل الأرض بتاعتك. الشوارع المحيطة الخاصة بالمشروع، هل هي شوارع رئيسية ولا شوارع جانبية؟ هتحدد لي المداخل بتاعتي، هل هيبقى عندي مدخل رئيسي من هنا؟ هل هيبقى عندي مدخل خدمة مثلا ومدخل أكتر من مدخل جانبي للطلبة من هنا مثلا؟ تمام. محاور الوصول لقطعة الأرض، ودي اللي هي المحاور الرئيسية اللي بتوصلني الأرض المشروع من بعيد جدا، ودي مش هندرسها دلوقتي. أنا يهمني معرفة الشوارع الرئيسية والثانوية، وطبعا لما هتبتدي تدرس الأسس التصميمية للمدرسة هتبتدي تعرف منين أعمل المداخل الرئيسية ومنين أعمل المداخل الفرعية الخاصة بالطلبة. ده اللي يهمني وانت بتبتدي تفكر في الأرض بتاعتك ودراسة القوى الخارجية المؤثرة في المشروع بتاعك. برضو من العناصر المهمة جدا عندي واللي بتأثر لي في توجيه العناصر بتاعتي اتجاه الشمال أو سهم الشمال زي ما هو موضح عندنا أهو، تمام، لأنه بيأثر لي في توجيه العناصر، وخاصة إن احنا عندنا هنا عناصر هتتطلب إضاءة وتهوية طبيعية زي الفصول، المكتبة، قاعة الأنشطة، المعامل أحيانا، فلازم أعرف ايه الحاجات اللي محتاجة تهوية وإضاءة طبيعية وابتدي أوجهها لسهم الشمال وابتدي أحطها على المحددات بتاعتي. دراسة الطابع العام وطابع المباني المحيطة، احنا مدينك وقايلين في اول المشروع عندنا ان هي دراسة ان هي مشروع تصميم مدرسة في احدى المدن الجديدة، واحنا سايبين لك الاختيار بتاع المدينة، ممكن تبقى في العاصمة الادارية الجديدة، ممكن تبقى في المنصورة الجديدة، ممكن تبقى في دمياط الجديدة، ممكن تبقى في اي مدينة جديدة بتتبني. حضرتك هتدرس طابع المدينة بتاعتك، ممكن تبقى في الاقصر، ممكن تبقى في اسوان، وبالتالي ده هيديها طابع اكتر. فهنبتدي ندرس طابع المباني المحيطة بينا وطابع العام للمدينة بتاعتك عشان يبتدي تاخد منه الشكل بتاع الوجهات او التشكيل للوجهات. اشتراطات البناء المنطقة، احنا محددين لك الاشتراطات الخاصة بالبنى بحيث ان هو هيبقى ارضي ودورين زي ما احنا شايفين. احنا موضحين لك على الأرض المشروع، ادي الأرض بتاعتك، سهم الشمال بتاعك، الرياح المحببة بتيجي عندنا معاكسة لاتجاه الشمال والاتجاه الشمالي الغربي، الرياح الغير محببة بتيجي من الاتجاه الجنوبي والجنوبي الغربي. وده كل المؤثرات اللي احنا بتحتاجها في توجيه العناصر المختلفة للمشروع بتاعك. أرجو ان احنا نكون استفدنا من دراسة القوى الداخلية ودراسة القوى الخارجية، ونبتدي في الاستيز الجاي نبتدي نفكر في المشروع بتاعنا مع دراسة كل من القوتين الداخلية والخارجية المؤثرة في المشروع، بمعنى ان انا بمشي لاتنين موازيين لبعض في التفكير، بحط دراسة القوى الداخلية وببتدي اوقعها على الارض بتاعتي واشوف مراعاة الحاجات اللي احنا قلنا عليها. شكرا لحسن استماعكم.